بالتزامن مع أعياد الميلاد المجيدة، تأتي موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس بشأن توفيق أوضاع 90 كنيسة ومبنى جديد، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1412 كنيسة ومبنى تابعاً لها. وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في جهودها للانتهاء من ملف تقنين الكنائس في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه تم استعراض موقف استيفاء شرطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، حيث شهدت الفترة الماضية تحسنا نسبيا في معدلات استيفاء شرطات الحماية المدنية. وتتولى اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس دراسة الطلبات والتثبت من توافر عدة شروط، منها أن يكون الطلب مقدما من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، كما اشترطت اللجنة أن يكون المبنى قائما في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016 وسليم من الناحية الإنشائية. وتضمنت الاشتراطات أيضا أن يكون المبنى ملتزما بضوابط وقواعد الحماية المدنية والقوانين المنظمة لأملاك الدولة. وفي هذا الإطار قال عدد من الخبراء أن هناك سرعة في إجراءات تقنين وتوفيق أوضاع الكنائس في الفترة الأخيرة، مشيرين إلى التسهيلات المقدمة في هذا الشأن حتى يتم إغلاق الملف بالكامل. وفي السياق نفسه تأتي توجيهات رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من المعاينات اللازمة للمنشآت من خلال اللجان الفرعية المشكلة بمختلف المحافظات للانتهاء من توفيق أوضاع جميع الكنائس طبقا للجدول الزمني المحدد خلال العام الجاري. أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام، بداية كل عام وأنتم جميعا بكل خير كل المصريين، أعياد الميلاد المجيدة. والحقيقة عايز بس أقول لحضراتكم في عام 2017 تم تشكيل لجنة أطلق عليها اللجنة الرئيسة لتقنين أوضاع الكنائس المصرية. اللجنة دي على أعلى مستوى بتضم 6 وزراء، هم الدفاع والإنتاج الحربي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والشؤون القانونية ومجلس النواب والعدل والأثار، وممثل عن الطائفة المعنية بالإضافة إلى ممثلين عن جهات سيادية. هي لجنة على أعلى مستوى. كان دور اللجنة فحص ملف تقنين أوضاع الكنائس المصرية. اللجنة بتشتغل تباعا، آخر موافقة كانت الموافقة على 90 على تقنين أوضاع 90 كنيسة جديدة، وافق عليها مجلس الوزراء لتصل المحصلة النهائية التي تمت الموافقة عليها منذ عام 2017 حتى الآن إلى 1412 كنيسة تم توفيق أوضاعها بشكل نهائي. وكمان أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الحقيقة على حرصه وعلى أهمية الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن. للمزيد برحب مع حضراتكم بالأب رفعت فتحي الأمين العام لمجلس الكنائس المصرية. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب وأهلا وسهلا. حضرتك طيب وكل المشاهدين بخير وطيبين. شكرك جدا. أولا كل سنة وكل الإخوة الأقباط في مصر بكل خير. أنا بس يعني الحوار عندي فيه تفاصيل متعددة. ملف تقنين أوضاع الكنائس عايز أتكلم مع حضرتك حول هذا الملف ورأيك فيه وتطورات ما وصلت إليه أعمال هذه اللجنة بشكل أساسي في البداية. وطبعا موضوع تقنين أوضاع الكنائس هو يعني أمر مهم جدا، و قبل ثورة 2013 يونيو 2013 كان في مشكلة كبيرة جدا لأي كنيسة أنه يعاد ترميمها أو يعاد بنائها أو أنك تبني كنيسة في حي جديد، كانت مشكلة كبيرة جدا. وما كانتش المشكلة بالذات في القوانين ولا في الدساتير، لكن كانت المشكلة أن الأمور كلها تتم بالعرف. صحيح. القانون ده طبعا في الفترة دي تم إنشاء عدد من الكنائس بطريقة العرف، كنائس كتير غير مقننة، كنائس كتير مثلا مضى عليها حوالي 100 سنة ولم تقنن ولا يوجد أوراق ليها زي الكثير من المباني المصرية القديمة. جه القانون عشان يوفق أوضاع ويقنن أوضاع هذه الكنائس، وفي نفس الوقت يحدد لي آلية واضحة جدا لما أحب أعمل كنيسة إيه المعايير المطلوبة مني،
وإيه الخطوات اللي أسلك فيها، وإيه الفترة الزمنية اللي يحتاجها الأمر لحين صدور هذا القرار. فلا شك أن القرار ده كان يعني قرار نقلنا نقلة كبيرة جدا، نقل البلاد في منطقة المواطنة بشكل جيد جدا. زي ما قلت حضرتك حوالي 1500 كنيسة تقريبا، ومبنى خدمات تم تقنينها بشكل كويس قوي. لكن نقدر نقول برضو لا زال في بعض المشاكل اللي موجودة، يعني مثلا الملف زي ملف الحماية المدنية. الحماية المدنية أمر جيد جدا ومهم جدا لكل مبنى، بس المباني اللي اتبنت زمان ما اتبنتش على هذا الأساس. فأنا بقنن مبنى موجود، فمثلا مرات بلاقي إن المبنى ده قديم جدا، ليه 70 سنة أو 80 سنة. الحماية المدنية طالبة إن احنا نحط صهريج مية أو فنطاز مية فوق المبنى ده وزنه 30 طن، فلا يمكن إن المبنى يتحمل هذا الأمر. فدي بتعمل برضو بعض المشاكل، لكن الحمد لله في تعاون كبير. اللجنة اللي حضرتك اتكلمت عنها في البداية هي لجنة متفاهمة جدا، وعايز أقول إن احنا بنجد كل دعم من الدولة في هذا الأمر. يعني مثل بسيط، أنا لسه عارف إن احنا في العام الماضي احنا قدمنا في محافظة المنيا فقط على 21 طلب لترميم وتصليح كنائس. كل الطلبات اللي قدمناها تم الاستجابة ليها من قبل الدولة. في معظم الأماكن بتتم الاستجابة، حتى لو كان في مشاكل معينة موجودة بنجد تجاوب، وفي تفاهم كبير جدا وتفاهم من السادة المسؤولين للأمر ده. الحكمان يمكن عايز أقول عمل الترميم بتتم على أعلى مستوى. الحقيقة احنا شفنا بعض الحاجات وبنشوفها تباعا، أن أعمال الترميم بتتم على أعلى مستوى مع الحفاظ على الطراز المعماري اللي كانت طبعا موجودة به الكنائس، مع موجود تقنيات أعلى طبعا. فبرضو ده شيء إيجابي جدا في أنك أنت بتعمل حاجة بتعملها أحسن مما كانت عليه قبل كده. بالضبط. ما هو الأول حضرتك كنت عشان أعمل كده مفيش تصريح. صحيح. فلأني مفيش تصريح فمش عارف أشتغل، وأنا عندي مبنى هيبقى قايل سقوط. وانا عارف ان لو اتهد المبنى ده مش عارف ابني مبنى تاني مكان. تمام. او هاخد 10 سنين عشان اخد تصريح بكده. فبتحاول انت بطرق يعني غير سليمة وغير صحيحة 100% انك انت ترممه، فبترمم بالطريقة اللي فيها نوع من الاستعجال والهرولة، وانك انت بسرعة وتعمل دي وناس تشتغل بالليل، فكان الامر طبعا غير مريح بالمرة. دلوقتي انت يعني انت عارف النقاط اللي المفروض تسلك فيها لما تيجي ترمم، فبتعمل الامور بالراحة وبشكل جيد. واعتقد القانون كمان قدر ان هو يقنن عدد كبير من الكنائس انا ما كانش عندي اوراق ليها كلام بصراحة. انا بس كمان لفت نظري حضرتك الامين العام لمجلس الكنائس المصرية، انا عايز اتكلم عن ده. هل احنا عندنا مصر يعني مجلس كنائس مصر انا امين مجلس كنائس مصر عن العائله الانجليه. مجلس كنائس مصر هو اول مجلس اتعمل في مصر، او اول مؤسسه اتعملت في مصر تضم تحت سقفها كل الكنائس المصريه بدون استثناء. فكل اللي موجودين في مصر، الارثوذكس والانجليين والكاثوليك والروم الأرثوذكس والأسقفيين، الخمس عائلات الكنسية اللي موجودة تحت مظلة المجلس. مجلس كنائس مصر بيرأسه رؤساء الكنائس، وفيه الأمانة العامة اللي بيمثلها واحد من كل كنيسة. أنا عن العائلة الإنجيلية، وبيبقى فيه كل أمين عليه الدور، يعني كل سنتين بيتغير، يبقى هو الأمين العام السنتين دول على الإنجليين، بعد كده على الكاثوليك، بعد كده وهكذا، يعني تمشي بالطريقة دي. دلوقتي الأمين العام من الكنيسة الكاثوليكية الأب بولس جرس. احنا عملنا أنشطة كبيرة ولازلنا بنعمل أنشطة كبيرة، الهدف منها التقريب بين الكنائس اللي موجودة في مصر. طبعا أنا عندي مجلس آخر اسمه مجلس كنائس الشرق الأوسط، ده بيهتم بالعائلات
المسيحية الكنسية المسيحية في الشرق الأوسط، بيضم المسيحيين في لبنان، في الأردن، في العراق، في سوريا وهكذا. بنعمل أنشطة على مستوى الكهنة، على مستوى الشباب، على مستوى المرأة. والحقيقة أني أنشطة المجلس بتلاقي قبول جيد جدا من الناس. لكن اللي أقدر أقوله أنه مجلس كنائس مصر لحد دلوقتي ماشي بخطى متباطئة مش سريعة. لأن يمكن فكرة المجلس فكرة ما أقدرش أقول إنها مقبولة 100%. يعني الناس اتعودت، إحنا مجتمعاتنا الشرق أوسطية كلها كل فريق بيرى إنه يملك الحقيقة المطلقة وحده، صحيح، فهو صح والآخرين خطأ، كلهم خطأ. حلو الصراحة دي. لهذا السبب لما بندخل في حوار هو في مشكلة. المشكلة إن أنا حاسس إن أنا صح 100% واللي بتحاور معاه غلط 100%. طب النتيجة هتبقى إيه؟ مفيش أي نقاط مشتركة يعني نتوصل إليها. ده اللي بيحاول مجلس كنائس مصر يعمله، إن يلاقي هذه النقاط المختلفة. والحاجة الغريبة إن إحنا دايما نتكلم في نقاط الاختلاف اللي هي لا تمثل أكتر من 5% من كافة النقاط المتعلقة بالعقل، ولا نعظم من نقاط الاتفاق بشكل أساسي. النقاط دي خلاص مفيش مشكلة، لكن نيجي نقطة صغيرة جدا فيها اختلافات، فكل طرف بيتمسك بوجهة نظره. فبنحاول نقول يعني الفكرة هنا من الحوار، مش الحوار أني أنا أخلي الآخر صورة مني أو أن أنا أقنعه برأيي، لا. أنا أدرك أنه مختلف عني، إحنا مختلفين عن بعض، تمام، لكن رغم اختلافنا عن بعض نستطيع أن احنا نتكامل معا. الإمام الشافعي قال إيه؟ الرأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. ده كلام مظبوط. وفولتير بقى في فرنسا الفيلسوف الكبير قال، خد نفس الفكرة وقال أن رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، وأنا على استعداد أن أموت لتعبر أنت عن رأيك الذي أعتقد أنا أنه خطأ. فهنا فكرة أني أدرك أن الآخر ده مش صورة مني، مش نسخة مني، إحنا مختلفين لكن في أوجه إنسانية كتيرة جدا تستطيع أن احنا تجمعنا معا. ده كلام رائع جدا. بيأتي عيد الميلاد المجيد في عام 2020 ومصر أكثر استقرار، أكثر حرص على مصلحة الجميع، أكثر تأكيد لمبادئ الوطنية المصرية. هذا رأيي، أستمع إلى رأيك بعد حصاد عام. لا شك أن مصر هي حجر الزاوية في منطقة الشرق الأوسط، يقوم عليها الشرق الأوسط، ولا نستطيع أن نتصور في يوم من الأيام أن هناك شرق أوسط لا توجد مصر فيه. وكل الذين حاولوا أن يبعدوا مصر من المشهد كل مجهوداتهم باءت بالفشل، وآخرهم المحاولات التركية اللي الهدف منها برضو تحجيم دور مصر، لا يمكن أبدا أنها تنجح بأي شكل من الأشكال. عشان كده احنا يعني بنحتفل حتى بعيد الميلاد. عيد الميلاد عندنا ليه ارتباط بمصر، لأن السيد المسيح وهو طفل صغير بعد ميلاده بفترة قليلة كان في هيرودس الملك عايز يقتله، لأنه اعتقد أنه هو ملك أرضي جاي يملك زيه هياخد منه الملك. فجه ملاك في حلم وأوحى ليوسف النجار وللسيدة مريم العذراء أنه ياخدوا الصبي ويهربوا إلى مصر، لأن مصر في ذلك الوقت وفي كل الأوقات هي بلد الأمن وبلد الأمان. وجه السيد المسيح إلى مصر، وإحنا كلنا دلوقتي بنحاول نحيي مسار العائلة المقدسة، صحيح، اللي هيكون فعلا نافع جدا جدا لينا في السياحة وفي الكثير من الأمور. فما بحتفل بعيد الميلاد، عيد الميلاد يعني السلام، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. نعطي المجد والتوقير والاحترام لله، وفي نفس الوقت نصلي أن يسود السلام كل العالم، كل دول العالم، كل مناطق العالم تعيش في سلام وفي محبة. وأخيرا وبالناس المسرة، يعني يجب أن نعمل من أجل مسرة الناس، إسعاد الناس، يكون الناس سعداء. ورسالة الميلاد هي اللي قالها السيد المسيح، أتيت ليكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. ورسالتنا إحنا المفروض تكون في المجتمع
كيف ننقل مجتمعنا إلى الأفضل، يعني إزاي نحسن وضع الناس المهمشين والفقراء والمرضى واللي عندهم مشاكل، إزاي نحسن أحوالهم. وبالمناسبة دي أنا أثني على ما تقوم به الدولة من اهتمام كبير جدا جدا بالمهمشين وبالمرضى، يعني المدن الجديدة اللي بتتبني عشان ننقل فيها الناس اللي عايشين في مناطق عشوائية دي، انت بتنقل الناس من حال إلى حال. لما أتبنى مشروع زي مشروع علاج فيروس سي اللي اتعالج منه 4 مليون مصري، ويعتبر أعظم مشروع صحي في العقد اللي فات، أعتقد إحنا بنحاول ننقل الناس بشكل كبير إلى الأفضل. لما ده يكون توجهنا وده تفكيرنا، إن المجتمع اللي أنا عايش فيه بكل ما فيه من بشر أيا كانت انتماءاتهم وأيا كانت معتقداتهم، دولة ربنا عايزني أساعدهم إنه يبقوا في وضع أفضل، ده تفكير يجب أن نفكر في كيف نصل معهم إلى الأفضل. كلام رائع. طالما سيادتك يعني أشرت إلى مثل هذه النقاط، وأنا بعمل كشف حساب مع سيادتك من الاحتفال بعيد الميلاد في 2019 إلى عيد الميلاد في 2020، لو يعني نعرج على الكثير مما يتم على أرض الواقع، سواء من مشروعات قومية، سواء من إصلاحات سياسية، سواء من إصلاحات اقتصادية بتتم على أرض الواقع، سواء لترسيخ لقيم التعايش بين كل المصريين على اختلافهم، نقدر نقول إيه؟ أقدر أقول أول حاجة على مستوى المواطنة، يعني أصبح مفهوم المواطنة كان موجود قبل كده، ده صحيح، يعني حاجة تاريخية، لكن ما كانش بالصورة دي. أنا أستطيع أن ألمح المواطنة لدى كل إنسان موجود في مصر، معظم الناس بدأوا يدركوا هذا الأمر. إحنا في احتفالنا في كنيسة قصر الدبارة بعيد الميلاد منذ ساعة تقريبا انتهى الاحتفال، كان عندنا 400 شخصية قيادية إسلامية، ومن السادة الوزراء ونواب الوزراء والوزراء السابقين، كانوا موجودين بيشاركونا الاحتفال. شيء رائع جدا، لأن العيد معناها أنك أنت تلاقي ناس تعيد عليها وتلاقي ناس تعيد عليك. كلام مظبوط. العيد لا يمكن أن يحتفل به الإنسان بمفرده بالضبط، فأنا أفرح بالآخر والآخر يفرح بي، هو ده العيد الحقيقي. كمان لا نستطيع أن احنا نهمل ما تقوم به الدولة، يعني مثلا اقتصاديا لا شك مثلا انخفاض الدولار بهذه الطريقة تقريبا نسبة 10% انخفض، ده شيء جيد جدا بيدل على قوة الاقتصاد المصري. الاكتشافات الغاز لسه في الصحراء الغربية، اكتشاف بترولي واكتشاف غازي، الأمور دي كلها يمكن هناخد وقت عشان نحس بيها، ده كلام مظبوط، لكن مش هيبقى وقت كبير. الدنيا بتمشي للأفضل والأحسن. الأهم كمان من كده إن جو السلام اللي بيترسخ في المجتمع المصري، يعني من 5 6 سنين كان صعب بنتك أو مراتك تطلع تروح مشوار مثلا بعد الساعة 6 أو 7 بعملية صعبة جدا وغير مضمونة العواقب. دلوقتي لا، الوضع بقى كويس جدا، الناس بقى توجهها أكتر للسلام، حتى الناس اللي عندهم ميول للعنف بدأوا يتواروا، وبدأت الناس تعرف يعني إيه قيمة إن المجتمع يكون فيه أمان. ودي نقطة مهمة جدا. أنا لو عندي كل الخيرات ولو دخلي آلاف الدولارات لكن أفتقد إلى الأمان في المجتمع اللي أنا موجود فيه، فأنا لم أحصل على أي شيء بالمرة. أنا بفتكر هنا مع سيادتك كلام قداسة البابا توادرس لما تعرضت بعض الكنائس المصرية في المينيا تحديدا، بالزبط، أما الوطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، هو كان بالزبط يؤرخ ويؤكد على صح فكرة الأمن والأمان وأهمية أن يكون المجتمع فعلا آمن مستقر. بالزبط. صلي في أي مكان، عيش حياتك في أي مكان، ولكن بالزبط أهمية وجود الأمن والأمان ده يعني شيء مقدس بالنسبة للمصريين. طبعا قيمة الوطن قيمة مهمة جدا. أحمد شوقي أمير الشعراء لما نفوه بره ورجع، وهو راجع أول ما حط رجله على أرض مصر قال هذه الكلمات، قال: ويا وطني لقيتك بعد يأس، كأني قد لقيت بك الشباب، فلو أني دعيت لكنت ديني
عليه أقابل الحتم المجابة، أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهت الشهادة والمتابة. أحمد شوقي كان عنده حس رائع جدا جدا بالوطنية. وعايز أقول برضو أن مفهوم الوطنية وحب الوطن عند الشعب المصري يختلف كثيرا عنده عند أي شعب آخر. إحنا ارتباطنا كبير جدا بالوطن، بالأرض، بالمكان اللي إحنا فيه. إحنا بنشعر إن إحنا اتولدنا في المكان ده. وهنا بقى كلام البابا شنودة بقى. بالضبط. مصر ليست وطن نعيش فيه ولكن وطن يعيش فينا. خلينا بقى نعرج على الكثير من النقاط، منها قانون الأحوال الشخصية اللي فيه كلام كبير بين الكنائس المصرية المختلفة، علشان نتكلم بقى على كل التطورات اللي بتتم على أرض الواقع. هو قانون الأحوال الشخصية، كان في قانون للأحوال الشخصية، ومع التطور الكبير كان هناك احتياج إلى تطوير قانون جديد للأحوال الشخصية. والحقيقة من أكثر من 20 سنة كانت الفكرة مطروحة، ولظروف سياسية معينة لم تتم. لكن البرلمان الجديد وسيادة الرئيس حبوا أنه قانون الأحوال الشخصية اللي موجود يبقى مواكب للعصر اللي هو موجود فيه، وطلب أن الكنائس المسيحية يتفقوا مع بعض على إيه هم القانون اللي هم عايزينه. والحقيقة إحنا تقريبا قعدنا عدة مرات، الأرثوذكس والإنجليين والكاثوليك، وقدرنا تقريبا نتفق على ما يزيد على 95% من النقاط. ظل الاختلاف محصور في موضوع الطلاق. فهناك من يرى أن الطلاق لا يصح إلا لثلاث أسباب، وهناك من يرى أنه يصح لسببين فقط، وهناك من يرى أنه لا يوجد طلاق لكن يوجد انفصال. بمعنى إن إذا الزوج والزوجة هيسيبوا بعض يظلوا هما الاثنين بلا زواج. في دلوقتي توافق إن يعني حاولنا نقرب وجهات النظر في الأمر ده، لكن لم يتم التقارب بشكل كبير. فقلنا طيب نعمل مادة خاصة بالإنجليين ومادة خاصة بالأرثوذكس ومادة خاصة بالكاثوليك صحيح في هذا الأمر وننهي الموضوع ده. فالشخص اللي عايز يتجوز كاثوليكي يبقى عارف إنه ما فيش طلاق عنده بالمرة، وإنه إذا هو طلق مراته أو انفصل عن مراته هيظل الطرفين بدون زواج مدى الحياة. إذا كان هو ده الحل بالنسبة لكل طائفة، ده طائفة. وبرضو موضوع تغيير الملة، أن المحكمة هتتعامل بالطائفة التي تزوج فيها الزوجان. يعني هم تجوزوا أرثوذكسي وهم أرثوذكس. طبعا كان في مرات بعض الأمور بتحصل أنك تجيب شهادة من طائفة أخرى أنك أنت انتقلت ليها. وكان في الحالة دي بعض المحاكم كانت بتأخذ بهذه الأوراق، لكن القانون الجديد أنت على قانون الطائفة التي تزوجت عليها. هي تقريبا دي النقطة الخلافية اللي موجودة في قانون الأحوال الشخصية، ويتم الموافقة عليها. حتى الكنيسة الكاثوليكية طبعا بتنتمي إلى الفاتيكان، فهم أرسلوا نص القانون عشان ينظر فيه الفاتيكان من الناحية اللاهوتية، مش من ناحية هم. الفاتيكان بيدي لكل كنيسة موجودة في بلد بيديها حرية إنها تسن القوانين الخاصة بالمجتمع اللي هي موجودة فيه. لكن بيبقى زي إجراء شكلي أو بركة للقانون كده. أعتقد خلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم الانتهاء من هذا القانون. يعني ده شيء رائع، ولكن بقية الأمور، يعني حضرتك كأمين عام لمجلس الكنائس المصرية مهتمين بإيه خلال الفترة الحالية؟ الفترة الحالية زي مجلس كنائس مصر مثلا، هو أنشطته 90% من أنشطة مجلس كنائس مصر تتم في القاهرة. في توجه إن الأنشطة دي تذهب إلى كل المحافظات. تمام. يعني ليه ما يكونش في المنيا وفي أسيوط وفي سوهاج وفي اسكندرية والأمور دي؟ وبدينا بالفعل خطوات في هذا الأمر. لكن زي ما قلت لك إن السير في إجراءات مجلس كنائس مصر يجب أن يكون سيرا بطيئا
على الأقل في البداية، لأن ده أمر ما كانش موجود في المجتمع ويحتاج إلى وقت أطول حتى نستطيع أو حتى يستطيع المجتمع أن يتفهمه ويتعامل معه المعاملة المنجزة يعني أو المتميزة. طيب يعني أنا اتكلمت مع حضرتك عن ملف تقنين أوضاع الكنائس المصرية وحرص الدولة المصرية ممثلة في اللجنة التي تم تأسيسها في هذا الإطار، اتكلمت كمان عن قانون الأحوال الشخصية، اتكلمنا عن استعراض عام لمجمل ما يتم على أرض الواقع، ولكن قبل كل ده وحضرتك أمين عام لمجلس الكنائس المصرية وقبلها مواطن مصري من تراب هذه البلد، يعني رأيك فيما يتم من حرص القيادة السياسية من حرص كل مؤسسات الدولة المصرية على تعظيم فكرة المواطنة من خلال إجراءات فعلية تتم على أرض الواقع؟ حكيت لي كانت موجودة من زمان ولكن تطبيق على أرض الواقع ما كانش موجود، قس على ذلك الكثير من الإجراءات التي تتم على أرض الواقع وأريد أن أستمع إلى وجهة نظرك فيها. الحقيقة طبعا محاولة الدولة هو في أمور كثيرة جدا مرات تبقى موجودة في القوانين لكن لا تنفذ. السبب يكون هل الإرادة السياسية صحيح تريد ذلك داعمة ولا لا؟ إذا كانت الإرادة السياسية داعمة فهتلاقي أن الموضوع بيمشي بسلاسة أكثر بكثير. أستطيع أن أقول أني في الوقت ده القيادة السياسية تدعم بقوة فكرة المواطنة، مش بس فكرة المواطنة بين المسيحي والمسلم. تمام. ودي واضحة إلى حد كبير. يعني أنا شايف دلوقتي عدد كبير من الوزراء ومن أعضاء مجلس الشعب، احنا وصل العدد كنا في قبل الثورة 3 أو 4 بيبقوا موجودين. الدورة دي في حوالي 40 مسيحي عضو في مجلس الشعب تم انتخابهم بالانتخابات المباشرة. تمام. بس أتيحت لهم الفرصة وتأكيد على هذا الإطار. بالضبط كده. ففي كمان إعطاء المرأة لحقوقها وتمكينها. ودي نقطة برضو نقطة مهمة جدا. يعني النهاردة كان عندنا 5 أو 6 وزيرات في الكنيسة بيشاركونا الاحتفال. وزيرات كان دايما اللي احنا نعرفه وتربينا عليه ان هي وزيرة الشؤون الاجتماعية بس هي اللي سيدة. اما الباقي فمن الذكور. لا دلوقتي عدد كبير جدا من الوزيرات، افتكر 6 يمكن أو 7. تمام. من الوزيرات ومحافظين كمان في محافظة ومحافظة يعني يكون عندنا محافظة ومحافظة قبطية كمان. تمام. فاحنا بنشوف ان الدنيا بدأت تبقى يعني افضل بكتير جدا من موضوع المواطنة. في نقطة تاني كمان مهمة قوي اللي قاله الرئيس عن إخواتنا العرب بالذات السوريين والعراقيين اللي موجودين في مصر وإزاي هم بيبيعوا وبيشتروا وبيقوموا بأعمالهم، والسودانيين كمان، وإزاي أن الناس بتعاملهم معاملة متميزة وهم كمان شعارين بكده في مصر. مصر دايما هي البلد اللي كانت بتستقبل الناس. احنا عمرنا في مصر ما كنا بنهاجر بره، الناس كانوا بيهاجروا من بره ويجوا مصر بحثا عن الامان، بحثا عن الرزق، يعني الحقيقه على مر التاريخ يعني قبل ثوره 52 يوليو 52 احنا كان عندنا في مصر القبارصه واليونانيين والايطاليين والانجليز، دول بييجوا ويعيشوا في مصر ويفتحوا مشاريع وبيبقوا عايشين، ومصر بتستوعب الكل من غير تمييز. فدي ومن غير تغيير هويتها بشكل اساسي. تغيير هويتها بالظبط كده. بالظبط. الحقيقه كمان حضرتك بتقول لي ان فكره المواطنه ليست مجرد شعارات ولكن هي تطبيق على ارض الواقع من طبعاً. خلال اراده سياسيه طبعاً. متوفره. كمان الحقيقه لما تنظر الى واقع ما يتم على ارض الواقع في حاله مشاركه حقيقيه من كل المصريين طبعاً. سواء في المآسي او الافراح. بالزبط. سواء في التحديات أو التقلبات السياسية التي تمت على أرض الواقع. كان الأمة المصرية مجتمعة على قلب رجل واحد في مواجهة هذا الطوفان، والتطورات السياسية الحقيقة الأخيرة يعني أكدت على ذلك وبرهنت عليه. حضرتك شفته إزاي؟ بص في سنة 2012 تعرف الظروف والملابسات اللي كانت موجودة وطلعت عدد كبير من الفتاوي بشكل مكثف بعدم جواز تهنئة المسيحيين بالعيد. أنا في الوقت ده كنت راعي الكنيسة الإنجيلية في بنها. وأنا في الكنيسة في احتفالنا برأس السنة فوجئت أني في مجموعة كبيرة من الطلبة الشباب داخلين الكنيسة.
بنات محجبات وشباب فمين دول؟ فجاني واحد قال لي انا رئيس اتحاد الطلبه، واحنا جايين نقول لكم ان احنا بنحبكم وجايين نهنيكم بالعيد. بمبادره شخصيه بحته. بمبادره شخصيه بحته. هي دي مصر. هو ده المجتمع اللي احنا بنبحث عنه. لان لو انت برضو اديت قوانين، حط 100,000 قانون والناس مش مقتنعة بيه، حتى لو الناس نفذت هذا القانون خوفا، دي مشكلة كبيرة جدا. فلما الناس تيجي تعمل كده، والوضع ما كانش زي دلوقتي، كمان الوضع كان مختلف في ذلك الوقت، ففعلا ما يتم على أرض الواقع في موضوع المواطنة غير مسبوق. وكل الأمور في مصر سواء اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا أو يعني على أو اجتماعيا أو ثقافيا، كل الأمور دي أنا واثق أنها تنقل البلد نقلة كبيرة جدا في المستقبل القريب، أقرب مما نتخيل. بحالة الحب والود اللي موجودة بإذن الله، وتحمل الجميع لمسؤوليات هذا الوطن. شركاء في تحمل المشاكل، شركاء في تحمل التقلبات السياسية أو الإصلاحات الاقتصادية، كمان شركاء في النجاح، في الأمل، في وجود يعني واقع جديد بإذن الله. احكي لي في عيد الميلاد بتعملوا إيه؟ أنا عايز أعرف تفاصيل المتعلقة بالأسرة، بالكنيسة، ما إلى ذلك. عيد الميلاد إحنا ككنيسة إنجيلية، إحنا طبعا حضرتك عارف أن المسيحيين بيحتفلوا بعيد الميلاد مرتين. الكنائس الغربية بتحتفل بعيد الميلاد يوم 25، والكنائس الشرقية بتحتفل به يوم 7 يناير. تمام. الاختلاف هو فقط في التاريخ، في الـ 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 التقويم المستخدم فقط، لكن هو نفس ده، بس الغرب استخدم تقويم والشرق استخدم تقويم، بينهم حوالي 10 أيام أو 11 يوم، هو ده السبب في الاختلاف. الكنائس الإنجليزية في العالم كله بتحتفل يوم 25 ديسمبر مش 7 يناير. احنا لان احنا موجودين في مجتمع مصري، واحنا بنؤمن ان ضروري المجتمع كله يبقى حتة واحدة، وعندنا يوم العيد أجازة في البلد كلها. تمام. فقلنا ان احنا هنحتفل بالعيد ده منذ انشئت الكنيسة من 170 سنة، إن احنا هنحتفل بعيد الميلاد يوم 7 يناير مع الكنيسة الأرثوذكسية. فلكن احنا بنختار الحد الأقرب ل 7 يناير. يعني النهارده 5 يناير فاحتفلنا، عملنا الاحتفال الرسمي. العيد العيد 7 يناير، لكن الاحتفال الرسمي للكنيسة بيبقى الأحد الأقرب ل اللي هو النهارده. اللي هو زي النهارده كده. طبعا يعني بالنسبة لي كخادم أو كمسؤول، عندي مناسبات كتير لازم نشارك فيها. احنا بنروح نعيد على قداسة البابا، كنا امبارح عند قداسة البابا، بنروح نعيد على غبطة البطريرك الكاثوليكي، مطالب بخدمات وندوات وحاجات زي كده في الكنائس، في كنائس كثيرة. يوم العيد بقضيه في البيت مع الأسرة، يعني مرات كتير بيبقى في حاجات إعلامية كتير بالذات في أيام العيد. صحيح. يعني أهم حاجة كمان في العيد إن احنا بنستقبل كم كبير جدا من إخواتنا المصريين مسلمين ومسيحيين يعيدوا علينا، زي ما احنا بنعمل. احنا لازم العيد في كل عيد فطر أو عيد أضحى لازم نروح لفضيلة الإمام الأكبر وفضيلة المفتي، فضيلة وزير الأوقاف، وبنقعد عندهم وقت طويل جدا، تبقى مناقشة رائعة جدا جدا، وبنشعر فعلا بمدى محبتهم. والحقيقة أن مصر محظوظة بوجود القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية. صحيح. في الوقت ده وفي ظل التحديات والظروف اللي بنعيشها، عندهم انفتاح كبير غير عادي، عندهم قدر كبير من المحبة والتسامح والدعوة إلى التماسك الاجتماعي. أمنياتك في العام الجديد 2020 في ظل الكثير من التحديات المحيطة بالدولة المصرية؟ أمنية أني يعني الأول عايز أبدأ بالدول اللي هو الدول اللي حوالينا. الحقيقة أنا نفسي الأمور في ليبيا تستقر. ليبيا تمثل البوابة الغربية لمصر، واستقرار ليبيا مهم جدا لينا.
كمان الشعب الليبي هو أقرب الشعوب لينا. في وقت من الأوقات كان معظم العمالة في ليبيا واللي متحملين المسؤولية من المصريين. صحيح. الحاجة الثانية نفسي سوريا والعراق، يعني ما يحدث في اليمن، إن الأمور، لأني أنا عمري ما هكون في سلام والدنيا اللي من حواليا هتبقى في حروب وفي صراعات وفي اضطرابات. فإحنا بندعو ربنا إن المناطق دي كلها يسود فيها فعلا السلام الحقيقي، ولا يمكن يكون فيه حضارة ولا يمكن يكون فيه تقدم في المجتمع اللي ما كانش فيه نوع من السلام. طالما ان احنا متحاربين، طالما ان احنا مش بنحب بعض حتى جوه المجتمع، لا يمكن احنا كمجتمع ننجز. اللي هينجز بالمجتمع ان يكون في قدر كبير من المحبة، قدر كبير من التسامح، قدر كبير من التماسك، ده اللي هينقلنا لقدام. اتمنى ان الفترة السنة اللي جاية ان الاقتصاد بتاعنا يكون افضل، ان نتخلص من التحديات العسكرية اللي حوالينا حتى نتفرغ لبناء البلد. أتمنى تطوير منظومة التعليم في مصر بشكل كبير. أنا أعلم أن دي أكبر مشكلة بتواجه مصر، لأن دي مشكلة معقدة وضخمة جدا جدا جدا، لكن هي النقطة الأولى اللي لازم نقوم بيها. أيضا منظومة الصحة، أسمن كمان كل ما تقوم به الدولة من إنجازات في هذا الأمر حتى أكبر بكثير مما هو متوقع. نورتني جدا في هذا الحوار. أنا بشكرك، كل سنة وحضرتك طيب، كل سنة وكل المصريين بخير. أنا بشكرك جدا، نورتني في هذا الحوار الراقي. أشكرك جدا. أشكرك الأب رفعت فتحي، الأمين العام لمجلس الكنائس المصري. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، ده كان حوار رائع ممتع. عندنا حوار تاني بعد قليل بنتكلم فيه مع حضراتكم عن عام 2019 ومؤشرات تحسن الاقتصاد المصري. هيكون معنا في هذا الحوار الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادي. أما الآن أنتقل سريعا إلى موجز الأنباء والزميل شهاب شعلان. ابقوا معنا.